ثلاجة وأجهزة منزلية من علامة كوندورا الجزائرية ستتصدر الأسواق الأوروبية، هو ما كشف عنه المدير التنفيذي للمجمع عبد الرحمن بن حمدي. بالأخر احنا كمؤسسة مصنعة نقدر نصدروا مكان حتى مشكل، لأنه ما نعتبروش مستوردين. بالنسبة لأوروبا يعني احنا رانا نصدروا الدول العربية في إطار لازال، ولكن أوروبا لازم يكون في آخر أجل هو 2015 باش ندخلوا في السوق الأوروبي. وفي السياق ذاته أكد بن حمدي أن الإنتاج الوطني في هذا القطاع قادر على منافسة نظيره التركية والصينية في أوروبا. سيتياسيون كما هذه احنا دخلنا في مجال الملتي ميديا، يعني في الهواتف الذكية ولي طابلات، وبفضل هذا النشاط حققنا النمو اللي تكلمت عليه، ان كرواسونس امبورطونت غراس او برودوي ملتي ميديا. لي برودوي ملتي ميديا اللي بسبب كذلك ظهور لا 3G الهاتف الجيل الثالث كي بوستي لا دوموند سور لي برودوي اللي ساعدتنا من جهه، وساعدنا كذلك دخول منتجات اللي كانت المنافسه ما توقعش فيها، منتجات عربي كان طريبون رابور كاليتي بري، منتجات يعني سمارت او منتجات ذكيه اللي نافست المنتجات المعروفه واللي كانت توزع مسبقا في السوق الجزائري. في سياق منفصل كشف بن حمادي عن تخفيضات خاصة بشهر رمضان المبارك على الرغم من الضغط الذي يعيشه السوق الوطني. في شهر رمضان كل شيء موجود، من مكيفات، من طباخات، ثلاجات، وتبقى الأسعار كما هي رغم الضغوط اللي كاينة، ضغوط التكلفة لأن ضعف الدينار، زيادة اليد العاملة، زيادة تكلفة الطاقة إلى آخره. فهل سينجح المنتوج الوطني في منافسة المنتوجات الكهرومنزلية الأجنبية؟